إذا نرجع للجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج وحش الشاشة. ضيفنا الرئيسي الأستاذ فاضل عبد الكافي، الوزير السابق والرئيس الحالي لحزب أفاق. مرحبا بك سي فاضل مرة أخرى. شكرا سي أهلا سمير. وسهلا سي فاضل. عندنا زود ضيوف باش يدخلوا معاك في مواجهة، في ركن المواجهة مع السيد فاضل عبد الكافي. إذا سي الفاضل باش تكون في مواجهة زوز ضيوف، نرحبوا بهم. الأستاذ عدنان بالحاج عمر الناشط السياسي والمحلل، أهلا وسهلا. مرحبا بك سي عدنان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تنورنا وتشرفنا ديما بالحضور، يعيشك. وأيضا المحلل السياسي الأستاذ نبيل الرابحي، أهلا وسهلا سي نبيل. سي عدنان باش نبدا معك انت، لانه سي فاضل عبد الكافي في الجزء الاول تعبني برشا وشفت نوعيه اجوبته المخاتله. كاسح كاسح شويه. كاسح اي كاسح. كان كاسح تقريبا، كان شحيح في المعلومات وسكوبات. باش نبداو نجربوا المفتاح نتاعك انت، مفتاح اسئلتك. مرحبا بك. تفرجت في الجزء الاول، شنو انطباعاتك، شنو استنتاجاتك، شنو اسئلتك؟ انت قلت له مرحبا، رحبت به في الحصه نتاعك في وحش الشاشه، وانا مش نرحب به في حاجه اخرى. نرحب به في السياسه. سي عبد الكافي هو جديد في السياسه، ولهذا نمشيو بشويه بشويه ونحاولوا نفهموا ونحاولوا هو بيدو معنا احنا يحاول يتخضرم. سي فاضل عبد الكافي راهو الى حد شهر اوت 2016 ما كانش في الشان العام السياسي، كان في شان عام اخر اقتصادي. قال سي الباجي هاك العام على الشيخ الغنوشي، قال جاي من بواد ارشيف اخرى. سي فاضل عبد الكافي جاي من بواد ارشيف اخرى، بالمعنى انه جاي من عالم اخر، هو جاي من عالم الاقتصاد والاعمال والمال، فهمتني؟ ودخل بفضل سي يوسف الشاهد. سي الباجي قايد السبسي، بفضل سي الباجي يظهر لي. ما نعرفش. يظهر لي لعينه بالنسبة الباجي. انا نسمي الاشياء بمسمياتها، الامور الواضحة، ما نحبش نبدا. واحد الحكومة كانت حكومة سي يوسف الشاهد، اكيد انا سي يوسف الشاهد شاور ناس، ينجم يكون ساور رئيس الجمهورية أنا ذاك سي باجي قايد سبسي، ولما لا؟ أنا سمعت أنه سي الباجي اختاروا واقترحوا على سي يوسف. سي بوسيبل دو فاسون، هذا هو يجاوب ما نجادلوش فيه الموضوع هذا. دونك جاء للوزارة، وزارة التنمية الاقتصادية، ثم خذا وزارة المالية بالنيابة وجمع ما بين الاثنين، ثم صارت المشكلة مالوروز زي مالون كونتروز حكاية، خاطر الحكاية هذيك ما عندها ما فماش علاش صارت. بكري انت سمعت سي سمير سألك على يوسف الشاهد، هو راهو سي فاضل عبد الكافي وانا شفته في مجالات اخرى ما يحبش واحد، ولكن الناس تعرف الناس، ولي جون كي ريكوب لانفورماسيون يعرفوا اللي معناها انا نعتبر اللي ما حقيش صارت. فما ناس حتى نسميو الاشياء كما قلت لك بمسمياتها، ترى كونه فما عباد مشاو داروا بسي يوسف الشاهد وقالوا له راهو السيد هذا راهو نجمه بدا يسطع وممكن يولي هو رئيس حكومه في مكانك وكذا بالضبط. وكان رد الفعل معناها هذاك للاسف للاسف ما قالولوش هكاك جراتويتمون، لان سي فاضل زاد عنده طموح. تعرف انا عنده طموح انه يعوض يوسف الشاهد، وسي الباجي بدا يحكي ما نعرفش عينيه على سي فاضل عبد الكافي. انا ما نعرفش كان وقتها هو كان عنده طموح باش يعوض يوسف الشاهد، وقتها مازال جديد يوسف الشاهد عام عام ونص وقتها تقريبا ولا حاجه من هذا القبيل. دونك هي كانت في البدايه زقاقيات، كلمه ما تحبهاش انت، هي كانت زقاقيات وحديث نتاع زوايا، فهمتني؟ المفيد توا سي فاضل عبد الكافي دخل في السياسه ولا رئيس حزب ورئيس حزب باش تطرح عليك برشا مهام جديده. اونتروتر بكري انت قلت له وانا معاه في الكلمه هذيك، باش تولي تجاوب على اشياء باكثر دقه، باش يلزوك معناها فوزالي اتر اوبليجي دو ريبوندر ا دي كيستيون بريسيز. معناها مش انا توا سي سمير يقول لك انت النهضه ورشحتك وشنو رايك وشنو، انا نقول لك اكثر من هكا، انا نقول لك فما زوج مشاريع في تونس توا 10 سنين، فما زوج مشاريع متناقضين في البلاد وهما اللي سببوا مشاكل الكل، والتوافق هذايا ما نجمش يحل الاشكاليه الكبيره اللي موجوده. شنو هي الاشكاليه؟ فما مشروع حداثي تو سامبلومون، انا ما نقولش لا ديمقراطي وسطي حداثي ولا شو حبوا يميعوا الحكايه، فما مشروع حداثي ان بروجي مودرنيست، وفما مشروع محافظ في بعض الاحيان يراو فيه ناس اللي هو كريمون رجعي، وفيه جانب كبير منه ديني ضربه واحده. هذوما المشاريع الزوز ما نجموش يتالفوا وما نجموش يتوافقوا،
ولابد برشا ناس، انا واحد منهم، نراو كونه لابد كل واحد يكون في الحكم والاخر يبدا في المعارضه، واذا الاخر طلع للحكم اللي كان في المعارضه الاخر يمشي للمعارضه. التداول الالترنانس اللي معمول بها في البلدان الديمقراطيه، خذ البدعه هذه الحكايه نتاع التوافق. تو في فرنسا تنجم تتصور انت في فرنسا غدوه، يعني ما نقولكش اليسار، نقول لك اليمين، فهمتني، لي ريبوبليكان ولا لا ريبوبليك اون مارش غدوه يتحالفوا مع مارين لوبان، ابدا، لانها عندها مشروع اخر، مشروع اخر، مشروع المجتمعي. الامور الاقتصاديه، المشروع الاجتماعيه، الاشياء هذه نجموا نختلفوا فيها ونلقاو دي تيران دونتونت ونلقاو قواسم مشتركه. دونك يلزمو يختار، مشروع اخر يلزمو يتموقع، يلزمو يختار. وهذا سؤال انا نوجهه لسي فضل عبد الكافي. انا نتصور ما يلزمكش تكون خالي ذهن من ان فما زوز مشاريع، زوز مشاريع انتاغونيك، يعني لابد ان تختار، ولابد ان خاطر تونس راهي باش تقعد معطله. كلما قعدت الحكايه هذه وكلما قعدنا نعجلوا ونخلطوا ونعملوا في حسابات معناها وتكمبين باش نكونوا في المواقع على حساب الواحد، راهو السياسه صحيح فيها حساب وفيها دهاء وفيها كذا، ولكن فيها حد ادنى من المبادئ وحد ادنى من ليزوريونتاسيون. اون ابارتيان ان اون اورينتاسيون. شنو السؤال سي عدلي؟ السؤال هو أنا في الموضوع هذايا، في الموضوع نتاع المشاريع هذه زوز، هل انك ترى اللي هما انتاغونيك الى حد انهم ما يلزمهمش يمشيوا كما قال سي الباجي قبل ما يتحالف مع النهضه ويعمل معها توافق؟ خطين متوازيان لا يلتقيان. انا من جماعه الخطين المتوازيان. وانت انا خطوط. شكرا سي عدنان على التحليل وعلى السؤال. إجابة لسؤالك، أنا أولا حب نرجع لمدة سي الباجي قايد سبسي الله يرحمه. الرئيس الباجي قايد سبسي خاض المعركة الانتخابية وقال أنا ما فماش تحالف ممكن مع النهضة، وقبله التكتل في سنة 2011 نفس الشيء، والزوز في الأخر بيان سور. ويعطيك الصحه اللي انت اكدت لي انا دخيل يعني على عالم السياسه وباش نتعلم من دخيل او جديد كبيرة، جديد عندك الحق سي لا ميثود ماكرونيان، جديد دخيل متطفل يعني. عندك الحق. نعم سيدي، دخيل تعني متطفل. متطفل لا سامحني ما ميساش نعاود، يعني انا مازلت جديد في ونتعلم من اساتذه. التكتل ونداء تونس في اخر المطاف تحالفوا مع النهضه. انا في العلم في المعلومات اللي عندي خذيتها من عند في حديث مطول مع السيد رئيس الجمهوريه في انذاك، هو حاول في هو يقول حاول وانا نامنه ونصدقه اللي حب يتحالف مع اليسار التونسي باش يخلي النهضه في المعارضه وما حصلش، هذا ما حصلش لاسباب الحقيقه ايجوات اكثر منه تحليل سياسي. او يعني سي الباجي كي جاب 87 او 88 نائب كانت الفكره الاتجاه نحو اليسار التونسي باش يعملوا حكومه ائتلافيه مع اليسار التونسي، وكانت الحقيقه اقرب للحداثه اللي كان تفضل بها سي عدنان. انا الخطان متوازيان لا يتقابلان. انا في المنطقه هذه خاطر هي زوز سياسات مختلفه، احنا في عائله حدثيه تمشي من اليمين وسط اليمين حتى اليسار. وانا نعاود نقول في حفل التسليم بيني وبين سياسيين حضروا شخصيات اعتباريه اللي هما اصدقاء ليا ونفهم معاهم، سي فوزي الشرفي اللي هو امين عام المسار، سي عبيد البريكي، يعني ناس، سي الدكتور الشريف الحقيقه انا حبيت استدعيته ولكن هو ما نجمش يجي، سي رؤوف الشريف وغيرهم من الشخصيات الاعتباريه اليساريه، سي حبيب الكراولي اللي هو صديق كبير زاده، اللي يامنوا لي انا من الناس اللي قراب منهم. خاطر هو القضيه الكل في السياسات الاقتصاديه ما عادش يمين ويسار، فما براغماتيزم. انا من الناس اللي ندعي البراغماتيه والحس الاجتماعي، نحس اللي لازم الدوله تكون قويه في مجالاتها ولكن تبعث القوه نتاعها الماليه للميادين اللي لازم تهمها واللي كنت نحكي عليها مش لازم نطول. اجابه لسؤالك انا متواجد سي عدنان في الخط السياسي نتاع الحايله الحدثيه، ونعتبر اللي صار قبل هما سماوها السياسيين نتاع قبل اكراهات السياسه. جات التكتل قالوا اش بك عملت هكاك، قالت اكراهات السياسه. جاء المرحوم سي الباجي قايد سبسي رئيس الدوله وهو بيدو وجماعته قالوا اكراهات السياسه، سينو ما نجموش نعملوا حكومه باش تقود تونس. اي تنجم تعاود تلقى روحك باش تعاود تحت المشهد. انا علاش انخرطت في العمل السياسي؟ خاطر اولا الشان العام ولا يهمني، ومن اصله يهمني ولكن يهمني كسياسي
هذاك انخرطت في حزب سياسي، خاطر هذه شخصيه وطنيه مستقله وشفت شعطات، مره تسميت على سلباجي ومره تسميت على الاتحاد العام التونسي الشغل ومره تسميت على قلب تونس ومره هكا انت شديت مسايب تاع النهضه. يعني وهذا حقهم وحق الناس تحكي اللي تحب. الخط السياسي نتاعي واضح وخط السياسي لافاق تونس واضح، وانا مش خاطر ترأست حزب سياسي باش نقوم نبدل له الخط نتاعو. فما توجه حداثي تفضل به سي عدنان وعنده الحق فيه، وفما توجه انا ما نقولش هو وصل حتى قال في بعض الاحيان رجعي انا نوافقه في بعض يعني مكونات المشهد السياسي هذايا، فما ناس رجعيين، وهذايا الحقيقه الخطاب عنيف والخطاب ضد الدولة المدنية الحدثية اللي حطها الحبيب بورقيبة عام 57، وأنا خطي السياسي واضح وما في حتى إشكال، واضح هو حط خط الحدث واضح. سي نبيل الرابح، مرحبا بسي الفاضل. سي نبيل مرحبا، شكرا. سي الفاضل أنا عندي بعض الأسئلة الجانبية وبعدها ندخل معك في التحليل السياسي. أنا مش نبدأ بسؤال طرحه عليك سمير لكن مش نصيغه بطريقة أخرى. البارح الخميس نهار الخميس في تونس وقع حدث قضائي كبير اللي هو بطاقة إذاب بالسجن في حق السيد نبيل القروي. أنت من الناس اللي ساندت السيد نبيل القروي قلت كوزير سابق، وهذا حقك ومعتبر. السؤال هنا، عندما أثيرت الدعوة أنت وزير من المالية، المشكلة كان ما في بالكش بتبييض الأموال، مشكلة وكان في بالك مشكلة وأنت وزير، خاطر الدعوة ما جاتش البارحة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يخص قضية تضارب المصالح، والحمد لله برأتك المحكمة في الاستئناف في التعقيب، في التعقيب، أنه أنت لما كنت لديك وزير مالية كان السيد الوالد أدمينستراتور في الكرامة قابضة، وللناس اعتبرته تضارب مصالح، لكن مش هذا الإشكال. هل لكم علاقة اليوم بشركة جيت إيزي أم لا، والتي هي محل تتبع قضائي فيما يخص التحيل وتبييض الأموال؟ شوف إجابة على سؤالاتك اثنين، الطرح الأول أنا كنت وزير مالية قعدت من 1 مي لسبتمبر، قعدت 4 شهور وزير مالية بالنيابة، وفي الوقت هذاك ما عنديش علم عندي علم اللي فما قضايا نتاع جبايه مع هاني هاني جايك هاني جايك سي نبيل، هاني جاوب فيك بعد ولات قضيه الاول ذره. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه، كي كنت انا هذا خطا زاد، كي كنت انا وزيرا للماليه والدي ما كانش عضو في الكرامه، والدي تراس الكرامه سنه 2012 ولا 2013، وانا دخلت الوزاره سنه 2016. دونك وكان والدي زاد عضو مجلس اداره البنك المركزي في السنوات اللي قبل، ولهذا ما عندي حتى. والقضيه اللي ترفعت ضدي مش قضيه تضارب مصالح، قضيه مرتبطه بالديوانه التونسيه وبقضيه بعثين الفلوس للمغرب، وقالوا ما فما بعض من خيانك يعني وصلوا حتى قالوا ندور بشكاير فلوس في الحدود الجوية التونسية. يعني كان الحقيقة كان يعني نقص ذوق برشا مني، وكان حاشاكم يعني ما نحبش نقول كلمة في التلفزة ولكن فهمتوها يعني برشا زاد، كان واحد وصل يعني به الاستهتار باش يقوم حاجة هكا. هذه أمور بين بنوك مركزية، وأنا تكركرت في العملية هذه كمسؤول أول على شركة تونسية، مسؤول أول. وأي مسؤول أول تعرف سيادتك اللي أول، أي المسؤول الأول هو ريسبونسابل بينال. سي عدنان كان رئيس مدير عام شركة وطنية ويعرف هذا، تصير أقل مشكلة في أقل سيرفيس يطلع طول للمدير العام. تبييض الأموال شنو قلت على شركة جيت إيزي؟ جيت إيزي كي أي شركات تونسية يعني مالية بنكية أو في مجال الأعمال، فما احنا ماناش في جيت إيزي، ولكن فما ناس استعملوا الجهاز البنكي التونسي واستعملوا الجهاز المالي التونسي ووظفوه، واحنا مشينا وانتهت القضية الآن. قرر شنو العلاقه بتاعك بجيت إيزي؟ ما عندي حتى علاقه شخصيه. شنو علاقتي؟ ما عندي حتى علاقه بجيت إيزي. علاقه شو معناها يعني؟ ما نعرفش شكون جيت إيزي، نعرف شو عمل، كيف هو كيف غيره في المده هذيك وقت تونس تسيبت. وجيت إيزي استعملت الجهاز البنكي التونسي لعمليات يقعدوا بالناس بفوائد كبيره اتسيتيرا، دخلوا اللي هي سي ان بونزي يعني، برسا صارت في العالم هذوما لي بونزي، يعني نتسلف فلوس من عند سي سمير حاشاه ونقول له نعطيك 20% وبالفلوس هذوك نسلفهم سي عدنان ونقول له نعطيك 30%، وش شيت هذا على راس هذا. وفي الاخر بونزي سي مادوف، يعني اكبر بونزي في العالم صار مع مادوف اللي قعد سنوات. سؤال اخر ونرجع لسي عدنان. مازلت في الاسئله الجانبيه بعد نكملوا نحكيوا في السياسه.
الطموحات السياسية بتاعك في فترة خروجك من الحكم ولا قبل خروجك من الحكم، اللي أنت طمحت في رئاسة الحكومة في مكان السيد يوسف شاهد في الوقت هذاك؟ أنا طمعت قلت طمحت. 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 طموح. نحكيها الطموح. شوف أنا المعلومة صح ولا غلط الساعة؟ لا لا هاني تنجاوب. أنا أول مرة باش نجاوب باش نعطي معلومة إن شاء الله السي يوسف الشاهد يسامحني، خاطر هو صديق وأنا نعتبر اللي فما ديما حدود بين الحاجة الخاصة والحاجة العامة، ولكن نسيتك سي نبيل مشيت في مجالات خاصة ولهذا لازمني نجاوب بالطريقة هذه إن شاء الله السي يوسف يسامحني. أنا الحقيقة كي سمعت اللي السي يوسف مشاو له ناس وحكاو معاه واللي أنا ممكن نكون كما يقولوا بالفرنسية بلون بي اللي هو، واللي سي الباجي حبني واللي الاتحاد العام التونسي للشغل حبني وجدي الفاضل بن عاشور دونك النهضة ما نعرفش شنية كل واحد يحكي فهمني، وبدات تروج هكا في 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 تونس كما تفضل سي عدنان اللي أنا باش نتسمى رئيس حكومة. مشيت وأنا خذيت وأنا كنت وزير عنده وأنا نعتبر روحي من أكثر الوزراء المنضبطين. أنا منهم فما حتى أنكدوت بيني وبين سي يوسف حلوة برشا، قعدت مدة طويلة نسمي فيه سيد الرئيس حتى كي نبداو هكا بيني و... يا أخي نهار قال لي فاضل توفيتشي من سيد الرئيس، قلت له شوف يا سي يوسف أنت تقول لي مع سميك سيد الرئيس ما سميك، ولكن حفظا المقامات لازم تعرف اللي هذاك الكرسي قعدت فيه محمد العزيز بوعطور وقعدت فيه بورقيبه وقعدت فيه الهادي نويره، انا نحفظ المقامات ونسميك سيد الرئيس خاطرني انا وزير في دوله تونسيه. مشيت نهرتها لداره وهو يتذكر الكلام هذايا ولقيته يعني هذايا كانت فيزيت بريفي، كلمته في التليفون قلت له سيد الرئيس كان نجم تعدى بحداك للدار حاب نشرب بحداك قهوه. قلت له شوف سيد الرئيس انا راهو نعرف الحكايه اللي قاعده توصلك، وهو كان صريح وكان قال لي سمعت بها. قلت له سيد الرئيس انا جيت باش نقول لك كان ترى من الصالح لي انا نستقيل لحفظ ماء الوجه غدوه نستقيل ونقولوا نمبرتوكو مريض تعب مع شي حب ولازم لكن ثقتك راني لاني بلون بي لا سي لا دي، كان ثقتك ترجت من هذا راني نستقيل غدوه. قال لي لا انت خويا وانت من الوزراء الناشئين. معليش الخطاب الضعيف هذا معناها عليه ضعيف يعني واحد خرج فيك لا 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 بالعكس بالعكس لا 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 مش لا 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 اللي راحت البال فمش علاش شوف المعامله يا سي سمير معلش بربي ما تقولش ضعيف انا شوف انا شوف شوف لا عندي يا سمير اش خويا لا عندي لا كومبلكس دو سوبيريوريتي ولا كومبلكس دانفيريوريتي، انا نعرف قدري ونعرف قيمتي لا نحس روحي اكثر من الناس لا نعرف قدري بالضبط. راجل رئيس حكومه وجاوا كسروا له راسه بهالحكايات هذوما اللي تفضل بهم سي نبيل انا عمري ما حكيت بها الحكايه هذه. انا مشيت له باش نرتح انا نعتبر روحي صديق ولا يعني نعتبر خليني سمير عشري نعتبر روحي من كوادر الدوله باش ننجحوا كي انا وسي عدنان باش نعملوا مشروع وهو سي عدنان يجي مثلا المسؤول نتاعي لازم يكون بدا عنده ثقه فيا 100%. سي نبيل بعد اذنك خيخ. في الموضوع هذا في نفس الموضوع هذا ولكنها كانت موجوده ريالمون سي الباجي قائد السبسي في الوقت سامحني لا لا سامحني لا 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 تحكم يا خويا لا مش انك حاكم تحقيقك قاعد احكم كيما تحب اعوذ بالله لا مانيش حاكم عليه بالعكس راهو مانيش حاكم تحقيق قاعدنا تحقيق في مقام قاعد في بيروك غادي وحدك واحنا قاعدين قدامك تلامذة مانيش كلام العيب عليه تلامذة يا اخي انت استاذ ما احنا تحقيق جبتك بالشرط انا والاستدعاء لا 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 جامد هذاك قاضي التحقيق في مقام ما تخليش عبد يكمل الفكره خاطر الفكره هذه حبيت تفضل كمل انا مش نعاونك في التكميل على خاطر هي ريالمون موجوده الفكره انك انت بلون بي نتاع يوسف شاهد وانك باش تعوضه بدا يخرج كلام على انه يوسف الشاهد باش يتنحى وسي الباجي سيي قرر باش يتنحى سي الباجي حاط اسمك في القجر كالعاده انك انت المعوض نتاعو ونتصوروا حكايه معاك في الموضوع هذا ما نعرفش انت باش تنكر ولا شوف الراجل كالعادة الراجل, ولا الراجل, الراجل الراجل كنت نكون له كل الاحترام سي الباجي وسي الباجي الناس اللي تعرفه الناس اللي تعرفه في القامات السياسيه هذيا بالطبيعه دقيقه قبل ما تسمى ما يقولها لكش مش اسابيع واشهر سي الباجي كان عندي علاقه متميزه به وكان يعتبرني من الشباب من الشباب اللي نجم ناخو ونتعلموا منه ولكن بالضبط. عمره في حياته هو في قبره واحنا حيين عمره في حياته مش بدي احكي هك مره وحيده بعض اسابيع قبل ما يتوفى عيط لي قال لي حاول تلم العائله هذه اللي نحكيوا عليها هو في مكتبه وكان شرف كبير ليا ياسر اللي رئيس دوله يقبلني ساعه ونص وحدي بيان سور ما حطوهاش الجرايد عيط لي يعني رئاسة الحكومة كلمتني قالت لي السيد الرئيس حاب يقابلك مشيت ملاحظة عابرة بكري خاطر سيد سمير جبد لك على الابن المدلل وقلت قابلت السيد راشد الغنوشي 4 مرات قداش مرة في داره؟ حتى مرة ما نعرفش حتى وين يسكن أنا راشد الغنوشي لا نشت فيك أنا معناتها هاني أنا جاوب فيك أنا ما نعرفش راشد الغنوشي وين يسكن أنا مرة قابلته المرة لو آخر مرات أنا زاد ما نعرفوش وين يسكن أما أنت أقرب له من انا عمري ما دخلت دار راشد الغنوشي تفضل سي عدنان
انا مش نرجع لموضوع اخر، انا نحب نرجع للافاق. انا افاق سي سمير مانيش متفق معاك بكري التحليل نتاعك. افاق راهي تجربه مفيده، تجربه مفيده، وافاق ما خفقش في الانتخابات الكل. احنا في تونس ما فماش كان الحزب الاول، احزاب مزيك نتاع احزاب، هي ديمقراطيه. وافاق راهو حتى ما ننساوش كان الحزب الاول في تونس تاريخيا اللي يشهر انتمائه للفكر الليبرالي، وحزب نتاع اطارات. انت سما معناها عملت بوتيت كاريكاتور، نعرف اني ماكش معناها سي با ميشان، فهمتني؟ ولكن هما اطارات والبلاد كان حاجتها بالاطارات وحاجتها بالافكار نتاع الاطارات. انا الحقيقه التجربه نتاع افاق ريتها عمل 4 نواب راهو في التاسيس بالاول، بعد عمل 8 في وقت اللي نداء عايم على الدنيا، هو نجم يعمل 8 نواب، ثم خفت شويه في 2019. لكن افاق راهي تجربه طريفه وجميله، تجربه طريفه وجميله، ولابد انا سمباتيك خاص، لا اكثر من سمباتيك، تجربه مفيده. سو سون دي جون سيريو. انا نتفكر النواة الاولى نتاع فيها ناس اعلام نتاع افاق باهين، انا ياسين ابراهيم انسان ممتاز، انا من النيف على ليبوك، انا نعرفها بالكدا، مراه ممتازه، فوزي بن عبد الرحمن سي مسيو تريف على وعنده ما يقول. يعني معناها ما نجموش نستغناو عليهم. لا 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 صحيح، فما فيه كفاءات كبيره بيان سور، واسماء كبيره، وشاركت حتى في الدوله ومشات وزارات ونجحت في بعض المناصب، نحكي على وجوده، نحكي على وجوده داخل هذاك. هذاك شنو نقصد؟ اي انا حبيت شككتش في هذا. اي باهي عطيتني الفرصه باش نوضح. اي ميساج توطئه هي اللي باش نقولوا من بعد. لكن افاق خفت معناها دون فاسون كبيره، وافاق كذلك حتى لابد نقولوا. صحيح ياسين ابراهيم راهو الى معناها كل شيء نظفه قبل ما يخرج. معناها انا عندي معلومات، والحقيقه عمري ما لا صوت الافاق ولا ساهمت مع افاق، ولكن كان ديما عندي احترام خاص للمجموعه هذوكم والناس هذوكم، وناس مستقيمين. اون بو اتر ديفيرجون ونختلفوا معاهم وكذا، ناس مستقبلين متربين ويعرفوا كيفاش يتصرفوا. والحقيقه معناها سي اون كريم في النخبه السياسيه التونسيه، جماعه افاق الحقيقه ما محترمين. الحزب هذايا انا، وهنا يمكن نحرج شويه سي فاضل، انا ما فهمتش، خاطر انا التجربه نتاعك نتاع 2019 انا تعجبت منها حقيقه. أنا الحق تجربه مع قلب تونس ونبيل القروي الله يفرج عليه، هو لا محاله. ولكن الفات ايه اللي هو الوضعيه اللي توا عرفت التطور الجديد هالنهارين، معناها هذيك معروفه من قبل، وانت في الفتره هذيك معناها التزمت معاهم ومشيت معاهم اكثر من لازم، وكنت موعود برئيس الحكومه. هذا اللي خلط للراي العام. اي قلنا انت تصلح لي، كان انا جو بارل سو فوتر كونترول. انت كنت موعود برئاسه الحكومه مع انا الحقيقه. كنا نقولوا انت تعرف موقفي سمير من من نبيل القروي، معناها بقطع النظر وربي يفرج عليه، وما نحبش انا الحكايه هذه انسانيا، وعندي طرف احراج نجبد عليه، ولكن يلزمنا نجبدوا. هذه موضوع كل حاجه في كل مقام مقال. نبيل القروي نبا لو بروفيل دان بوليتيك، فضل عبد الكافي انا فاجئني كيف التزم مع تو فما برشا توانسه غلطوا في نبيل القروي واندفعوا وكذا وكذا، ولكن انسان طرح على روحه انه يكون سياسي وانه متسيس ما يعملش السياسه في الجيران هذا. راهو جاوب عليه، راهو هذا ها؟ جاوب عليه، ما نعرفش سمعته ولا ما انا لا انا يظهر لي اللي لا انا طرحته في علاقه بافاق. ما نعرفش شنو علاقته بافاق شنو؟ يعني من التجربه هذيك الافاق ما نعرفش، مانيش معناها اكيد انك عندك ما تتعلق على الاقل على الموضوع هذا. تفضل سي فاضل. سي عدنان شوف، انا كي اشتغلت مع على البرنامج نتاع محاربه الفقر المدقع اللي هو اقترحه قلب تونس، اشتغلت فيه مع خبراء اخرين وتعرفهم سيادتك مش لازم نسميهم. في الوقت هذاك انا ما كنت سياسي، ما كنتش منخرط في العمل السياسي، كنت عبد يعتبروه شخصيه اللي هو اقتصاديه ولا اللي هي. ومن بعد صارت قضيه الانتخابات الرئاسيه وفسرتها لسي سمير، فاز معاود نرجع عليها. ومن بعد اليوم قررت باش ندخل في الانخراط في العمل السياسي، وكي قررت هذا خممت كما قال لي قبلك سي سمير، قال لي انت اقرب لك عاد تدخل قلب تونس، علاش مشيت لافاق تونس؟ افاق تونس خاطر نعتبره اقرب، فما تقاطع افكار اكثر،
مانيش موافق على الافكار كلها، وانت تعرف سيادتك اللي واحد كيدخل الحزب مش لازم 100% من الافكار، ولكن اكثر الافكار نتاع افاق تونس انا متفق معاهم. فما طريقه نتاع تبليغ الفكره ممكن لازمها تتحسن في افاق تونس، وفما شخصيات وطنيه لازمها تجي وتدعمنا، وتيارات اخرى خاطر انا نامن بالاحزاب اللي فيها تيارات الداخل. ينجم واحد يكون في حزب افاق تونس ولكن فما تيارات نجم تكون الوسط اليساري، نجم تكون دستوري، نجم المحافظ، يعني ما فماش مشكله خاطر احنا ماناش احنا كنا وطنيين ونحبوا لتونس حاجه به. ولهذا لي دو سوجي سون توتالمون ديفيرون. يعني السوجي الاول سيتي ان سوجي موضوع كنت نامن وما زلت نامن اللي اكبر مشكله في تونس هي الفقر المدقع، وكان فيها حل على قلب مع قلب تونس. والفكره الثانيه اليوم الانخراط في العمل السياسي حاجه اخرى. ترأست حزب ان شاء الله عندنا 4 سنوات قدامنا، ان شاء الله نقنعوا التوانسه بافكارنا. باش نرجع لك نبيل، باش نسالك معناها زوز اسئله. هل انت ضد ام مع؟ هل انت ضد ام مع المساواه في الميراث؟ خلينا نعرفوك ترى. هو شوف انا ضد ولا مع المساواه في الميراث؟ هو موضوع ذي الميراث يهم 20% من التوانسه تقريبا، ما يهمش التوانسه الكل. مهمين للاسف 20%. لا لا برشا 20%. قلت مش مهمين، انا قلت مش مهمين باش حسبتهم ال 20% بيعطي مش محسوب. من حيث المبدا من حيث المبدا انا عندي بنيه وزوز اولاد. اليوم القانون التونسي يسمح لي باش نقسم بيناتهم، وهذاك شو باش نعمل. هذا رايي. هذيك الوصيه نحكيو على انت المسبب ايه؟ بالقانون. لا لا هي الوصيه أوتوماتيك. يعني انا اليوم نعتبر اللي عبد يا سي نبيل، العبد اللي نجم يوصل للمبتغاه ما غير ضد القانون ام مع القانون؟ لا انت اسال اللي تحب وانا نجاوب اللي نحب يا اخي، انا مانيش قدام حاكم. لا مش ضد القانون لا كقانون انا جاوبتك. انا عندي بنيه وزوز اولاد واللي باش نخليه. انت ضد تقييده بقانون والا لا؟ معناها ثم قانون تناقشوا فيه التوانسه واثار اختلاف كبير اختلفوا حول. انا شخصيا نحب القسمه كيما البنيه كي الولد. هذه مساواة. انت مع المساواة. كان يسحب القاعده هذه على التوانسه الكل. والله شوف مش من تحت اللي تعمل في السياسه. خاطر شوف يا سي عدنان هي كي تعملها بالطريقه هذه اليوم، هذه اجابه سي نبيل تاع اي ولا لا. انا اليوم نعمل بهذا، وفما اليات قانونيه في تونس تسمح لي بهذا، ما نزيدش نمشي شوط اخر للقانون خاطر مش مشكلة. انت مع المساواة في الميراث. انا مش مشكلة، انا شخصيا انا جاوبتك. مع المساواة في الميراث. يعني اما باش توصل تعمل قانون وتردها هي المشكلة في تونس. مشكلة تونس اليوم مش قانون ثم توانسة مشكلتهم. لا فما أحزاب مظلومين بالعملية هذه. فما نساء معناها فما غايرين لهم على مشكلة صغيرة. ماهيش مشكلة صغيرة. باهي أنت ضد أم مع تصريح سي العفاس النائب العفاس حول الأمهات العازبات اللي وصفهم بالعاهرات. ضد 100% وشيء حشم اللي في مجلس النواب الشعب نص نتكلموا كلامك. شنو تسميهم الامهات العازبات اللي ينجبوا خارج الزواج سي فاضل؟ انت بصفتك محافظ. نسميهم كيفاش تسميهم انت قلت؟ شنو تسميهم الامهات العازبات اللي ينجبوا خارج الزواج؟ امهات عازبات. نعم؟ نسميهم امهات عازبات. امهات عازبات. واضح. معناتها انت مع الحريه الجنسيه، حريه الانجاب خارج الزواج. لا مش هذا، انا ما نسميهمش على اقل تقدير باللي يكلم فيها عفاس. مع حريه انجاب خارج الزواج ولا مع حريه يعني؟ اما مش توصل باش تولي تسميهم بالكلام اللي انت قلت عليه. مش توصل غادي الف شوي. لا ما تسميش هذه حريات. احنا في بلاد حره. والراجل هل انت مع ام ضد لائحه اسقاط رئيس البرلمان؟ فما لائحه اسقاط رئيس البرلمان؟ إيه ربما تصير ثم كلام عليه. هو الحقيقه العمل نتاع رئيس المجلس النواب الحالي كان دون المتوسط، اضعف الايمان يعني. واضح. يعني دون المتوسط. دون المتوسط. يعني كي تقارنوا مثلا بعمل السيد محمد الناصر ولا الشيخ عبد الفتاح مورو، خاطر انت في مستويات هذوما مرموقه مثلا كرئيس دوله او كرئيس مجلس نواب. تجمع. يرحم فمك، يعني تجمع الاحتقان تطيحوا، فما نوع من عمليات صارت ما حقتش صارت اللي وصلت ممكن البرلمان التونسي. واضح، سي نبيل. انا تو مش نرجع للجانب السياسي. اولا سي الفضل عبد الكافي، انت انسان ليبرالي وتؤمن بالسوق. انا نستغرب في العلاقه المتينه بينك وبين السيد نور الدين الطبوبي، وعلى فكره راهو السيد نور الدين الطبوبي هو اللي رشحه لحركه النهضه ولقلب تونس. معناتها مش حركه النهضه وقلب تونس يرشحوه، نور الدين الطبوبي هو اللي اقترح على السيد راشد الغنوجي. سمعت سي سمير
سمعت شنو مرجع عظيم سي نبيل؟ لا هو مرجع، انا زاد عندي مراجعي، كل واحد يجيب مراجعه. نعرفوه سي نبيل، اول مره ريته في حياتي. صحيحه يعني انت هو اللي يدبر على سي نور الدين طبوبي، هو اللي يدبر على النهضه. باش هو قال سي نبيل، قال سي نبيل العهده على الراوي. انت اكدت، انت عجبت؟ لا مش عجبتني انا، قال كلام صحيح، قال انا تربطني علاقه كبيره ياسر بالاخ نور الدين طبوبي. ولو انه لا، علاش انا وين التناقض؟ انه السيد هذا ليبرالي معناته يؤمن بالسوق، وبكري يحكي سي عبيد البريكي يضيفوا في يحكي على المؤسسات العامه على اساس معناته بوتيتر كاباركا، ويمكن معناته نعملوا حتى بريفاتيزاسيون في كيلكو سوسيتي. هذا البرنامج. دونك العلاقه هذه انا ما فهمتهاش صراحه. شنو مشبوهه؟ ما فهمتهاش، ما نجمش نفهمها. هو كل اتحادات العالم، كل اتحادات العمال هي عندها صبغة اشتراكية، وحزب أفاق تونس ولا أفكار ليبرالي، مش ليبرالي، حتى البعد الاجتماعي متوحش. مفقود، ما فماش حتى بعد اجتماعي. معناتها ماناش نحكيو على عدالة جبائية، ماناش نحكيو على برشا حوايج، ولا لي زامبو سور لا فورتون. معناتها دونك العلاقة هذه مش فاهمها. الموضوع الثاني والمهم جدا اليوم، وجود السيد الفاضل عبد الكافي في الساحة السياسية. نعم. وما أدراك ما الفصل 97 من الدستور. إنه الأب الروحي نتاع سي نبيل القروي يتحول من دعم قلب تونس إلى دعم آفاق تونس. وأنت تعرفني على شكون نحكي. كلنا حتى احنا يلزمنا نعرف. الاب الروحي يعني. شكون الاب الروحي؟ الاب الروحي يقول لنا شكون الاب الروحي؟ هو رجل اعمال ويعرفه سي الفاضل عبد الكافي، وهو صديق الوالد بتاعك. اليوم المخطط واللي بكري نحكيه، وانت الاكسال والانفيرسي، او مش نجيك بالضبط خاطر العلاقه متوتره مع رئيس الجمهوريه، كي يحكي على الاكسال ورئيس الجمهوريه ما انضبطش، يعني ثم شويه ماخذت خاطر من رئيس الجمهوريه. انه آفاق تونس مش يكون هو الوعاء الحامل لنواب قلب تونس. وهذه المهمة الرئيسية. إش كان مبرمج قبل ما تتفرعس شوية نهار الخميس؟ إنه ممكن السيد هشام المشيشي نعديو به المرحلة نتاع الاضطرابات اللي هي ديسمبر جامبر. مع شكون باش يمشيو نواب قلب تونس؟ آفاق تونس. اي مع شكون؟ مع السيد فاضل عبد الكافي. ثم شخص هزهم؟ لا، هذا المخطط تو، وهو مش نحكي له على الورثه اسكو مش ياخذها. قلت الاب الروحي، مشاو مع الاب الروحي. ما يحبش يقول هو الاب الروحي، مغطي عليه، يتستر عليه سي نبيل. شوي خلينا نجيو للسياسه. اش كان مقرر؟ انه النهضه وقلب تونس اشترط على هشام المشيشي تحوير وزاري قبل 15 جانفي. اي البلون بي السيد فاضل عبد الكافي. بلون بي نتاع شكون؟ نتاع النهضه، نتاع المشيش، نتاع القصبه، نتاع المشيش يعني، نتاع القصبه، نتاع سي هشام المشيش، نتاع النهضه. اي اما البلون بي في بلاصه سي هشام القصبه. اي اي في حاله ما اذا لم يوافق سيد هشام المشيشي على تحوير وزاري بسته او سبعه وزارات، جاهز البلون بي. واضح. البلون بي هو الفصل 97 واضح من الدستور، وهو سحب الثقه من رئيس الحكومه. واضح. سحب الثقة يعني سحب المبادرة من رئاسة الجمهورية. واضح. وتعيين سي والسيد الفاضل عبد الكافي، هذا كان موجود في الانتخابات. والسيد عبد الكافي اليوم انا مش ننجك سؤال، التركة نتاع قلب تونس كيفاش مش تاخذها بايجابياتها بسلبياتها بقضاياها بتبييضها بتهربها، كيفاش مش تاخذ التركة هذه الكل؟ شكرا سي نبيل على ثلاثة اسئلة في سؤال. هو الحقيقة إجابة على سؤالك ساعة، أولا أنت قلت فاضل عبد الكافي ليبرالي، أنا في خطاب يعني حفل التسليم بيني وبين سيدي ياسين إبراهيم قلت لهم أنا ديما يقولوا علي ليبرالي متوحش. تتفصل أنت رئيس حزب أفاق. شوف شوف سي نبيل، أنا شوف سي أنا سي نبيل ما قصيتك. خليه يجاوب. شوف سي نبيل، سي نبيل أنت خليه يجاوب يا سي نبيل. تعمل معروف يعني الوقت يجري، خليه يجاوب. تفضل. أنا سمعتك، هو سؤال تحليلي مش سؤال. أنا اسمعني مثال تكلم دقيقتين. ناس تقول عليا ليبرالي متوحش، قلت في الخطاب نتاعي لاني ليبرالي ولاني متوحش، باهي، وراني صديق لبرشا ناس اللي هما هاك مريتون في القاعة اللي ما عندهم حتى علاقة بالليبرالية. أنت تبارك الله عليك متثقف وتعرف شكون كان ميشيل روكار في فرنسا. ميشيل روكار كان راجل يساري، أن هوم دو كور، مي أن هوم براغماتيك، باهي، وعمل دي ريفورم في فرنسا
اللي الحقيقة الحزب الاشتراكي الفرنسي كان اللي هما جايين عام 81 هيا بارا غوش وهي نمشيو على اليسار عامين بعد رجعوا سنتر عامين هذم بارتي 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 سوسياليست لا 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 هذيك بارتي كوبيتاسيون حاجة هذايا ميتيران يحكموا معاه اشتراكيين ومعاه زوز وزراء شيوعيين دو مينيستر كوميونيست في ترمان منهم حس مش مشكل يا دي بيرو دو غوش اي دي يرحم فمك هاو سي عدنان برك الله عليه دونك انا هاو عطاني الكلمة برك الله فيه خاطر مخزون سياسي ليبرالي دو غوش معناها انا كي نقول لك اليوم ما سمعتنيش نهار قلت لك باش نخصخص شركات ونرجع على التخصيص اللي انت يظهر لي ما عندكش معلومات عليه السيمان في تونس كان ملوث كي كانت تسير الدوله وكان يخسر في الفلوس وكان ما يخلصش في الاداءات اليوم هاو السيمان كله خصخصوه قاعده وزينه واحده وهاو استاذ يعرف الموضوع هذا ألف مره اكثر مني برا شوف اليوم اليوم عاش ملوثين ويخدموا في العباد ويخلصوا في الاداءات والسيمان ما فيش بشويه بشويه لا لا قلت له يا انا جايك للاتحاد انا انت باهت في عجب ربي على علاقتي بالاتحاد هذا نكمل اكثر من هاني 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 نكمل شوفوا بنك الجنوب صار فيه شوف اتحاد دولي البنوك صار فيه شوف ماجازان جنرال صار فيه دونك بربي هالكليشيات نتاع ما فماش بريفاتيزاسيون وكل سا ديبون كيفاش تعمل بريفاتيزاسيون انا الوزير سي المنصف بن عبد الله كي قاموا بخصخصه مثلا اسمنت اسمنت نفيذه من اول كونديسيون حطتهم حكومه تونسيه حتى حد ما يضطر باهي سي ابروندرو اليسي يعني انت الانجليزي يقول لك تنجم تعملها سوسيال كونسيرن يعني بحس اجتماعي تعمل العمليات هذه علاقتي مع سي نور الدين نعم ماذا بينا نختصروا علاقتي بنور الدين طبوبي اليوم انا نعتبر روحي كي نحط ساقي في الاتحاد العام التونسي للشغل يرحبوا بيا ويعتبروني من الناس اللي يشاوروني في الامور الاقتصاديه والحمد لله ما عادش يراو فيا الليبرالي متوحش ونحب ستيك تكون اقوى ولوناس تكون اقوى والسناد تكون اقوى وستير نحب تردها وهو يعرفها خير مني تونكاش بترولي مش رافينري في قلب في قلب زرزونه كان ترشق نهار تو زرزونه تولي لاك فهمني ولا والرافين ا بلو شير كلو بري مونديال هذا الكل الكليشيات هذوما انا ما عنديش شي مخي انا تعديت انا واحد. مولود عام 1970 ما وقفتش على افكار 1970 انا 21 سيكل دوله قويه في الميادين نتاعها والريديستريبيو لا ريشيس وتحرر الطاقات جاوبنا على نواب قلب تونس وحكايه السيناريو نواب قلب تونس قال ايش عملت في التركه انا كان انا في التركه انا مانيش مانيش كيفاش نقول هذا مانيش وريث يعني مانيش في الورثه خاطر لاني خوه لاني ولد خوه لاني عمه يعني كيف يقسموا مثلا قلب تونس فهمني هو قال لك طبعا هو روحي راه باه كيف يقسموا قلب تونس انا مانيش في الورثه هو قال لك وانا مانيش باش نتصرف وانا اي نعرف وانا مانيش نتصرف سي نبيل كيما برشا سياسيين تونس تصرفوا اللي السياسه هي الخبث وتكمبين وبرا جيب النايب هذاك وكسر الحزب هذاك اي لا ملا فين باش تعمل سياسه في تونس انا باش نعمل سياسه في تونس اي ناوي نعمل سياسه ما يسالش انا نعطي رايي تنجيب صوتي او موان صوتي انا قال كولوش جو سوي داكور افيك به دونك في الاخر باش نوفي لك سي نبيل انا مانيش معني بالحكايه هذه قلب تونس حزب محترم عنده نواب محترمين عنده رئيس كتلته محترم ربي يعينهم وربي يوجههم خير انا مانيش نكون في عمليه نتاع باش نعمل توا ميركاتو نتاع دي ديبوتي ماتنو نواب يراو في مشروعنا حاجه باهيه هما دايخين هذوكم القوائم المستقله وواحد مستقل وواحد كان في بديل وتغشش ولا في مرحبا بهم نحكي اما انا باش نمشي نجيبهم معناتها الباب محلول شويه طولنا شويه خلينا نرجع انا قلت 20 مره مدى ديدي للناس الكل لا لا الباب محلول لاستقطاب بعض النواب اللي يجي مرحبا به لن ترفض انا انت قلت لي شنو باش تعمل في التركه هي مش تركه نتاعي يعملوا فيها اللي باش يورثوها التركه يدخل في تركه اللي باش يورث انا مش نورث واضح سي عدنان والله انا نحب جوست نواصل على موضوع الاتحاد العام التونسي للشغل انا لاني راى ان الاتحاد العام التونسي للشغل لابد من انه يجي وفما شكون ينجم يجيبوا الافكار اخرى جديده والاطروحات جديده اون نوفيل فيزيون دي شوز وهذايا معناها محبث انت بكري تحكي ظهر لي كان سمعت منيح قبل ما ندخل احنا في الجزء هذايا قلت لي مثلا ستيك باش خليوها رايد علاش البرودكسيون علاش ما تتخصخص برافو اي با لا ديستريبيسيون اي با لا ديستريبيسيون برافو اي برافو هذايا هذايا لا وهي صارت يا اخي كارتاج باور كومباني هيك تخلق وتبيع الستيك كيما العالم اجمع ثم بقيه المؤسسات الاخرى كيما تونيسير كيما علاش الدوله ما تخرجش افيك ان نوايو دور دو 33% وتدخل التوانسه وتخلق هي ان جروبمون دو بارتنير استراتيجيك ونجيب تخصيص مش كيما وقت فلاحي هبط بقره ريفورم
فورمي للسوق، يلزموا يعمل لها حاجه سير مونتاج ويخدموه، وهذا عمره ما تعمل. واضح. عندك سؤال اخر سي نبيل الرابحي؟ تفضل. الحدث القضائي اللي يعتبروه الناس مش يوقع ولا مش تكون عنده انعكاسات كزلزال سياسي في البلاد، واللي هو ايقاف السيد نبيل القروي، مش تتبدل؟ وقع ديجا. وقع ديجا. لا، كزلزال سياسي. كزلزال سياسي تبعاته يعني. كزلزال سياسي فيما يخص الحزام حول الحكومه ولا حول الحكومه. اليوم المعادله تبدلت ما بين، ولا موازين القوات تبدلت حسب رايي انا الشخصي، ما بين كارتاج والقصبه. انه المبادره او معناتها القوه الافضل اصبحت لرئيس الجمهوريه، يعني وقع اضعاف الحكومه بحزامها السياسي. وحسب رايي انا مش يكون ثم حتى بعض الردود الفعل المضطربه من الحلفاء السياسيين، كيف حركه النهضه ولا اتي لا في الكرامه فيما تعرض له قلب تونس. نرجع للسؤال اللي ما جاوبتنيش عليه. بعد الحدث هذايا اليوم هل ممكن نزلنا نحكيه على فصل 97 والا ما هي قراءتك للمستقبل القريب السياسي في تونس؟ فوالا، تفضل. انا تطبيق الفصل 97 ما عندي حتى راي فيه، خاطر انت تحكي على مقبليك على ناس خطوا وعملوا، الناس اللي خطوا وعملوا انا مش فيهم. ما نجمش نعرف حكايه قاعده تصير انا مش معاهم. كان عندك الادريسه نتاعهم تنري نقعد معاهم. هو قال انك انت بلون بي. انا هاني ظهرت بلون بي في كل، يعني ديما صالح بلومبي لكل، اي صالح لكل زمان من 2016 وانا نسمع بلون بي. معناتها ما تعرفش فما في التاريخ، ما تعرفش فما صالونات سياسيه في تونس، ما تعرفش الناس وين تقعد، ما تعرفش الناس وين تتقابل. شفت قال لي انا تو شوف سي نبيل، انا هذه ثاني مره. اسكراتك تعدى على الناس تشوف شتر القاوي كلها موراك. ثاني مره سي نبيل انا نقول لك نسمعك حتى الاخر وانت ما تحبش عندك الصبر. يمارس السياسه في كوكب الصبر. ما عندك الصبر باش تسمعني. انا قلت لك جاوبتك مش نجاوبك كما انت تحب، ما عندكش كيما انا عندي المعلومه. انا الفصل 97 ما عنديش معلومه، ما نعرفش شكون قاعد يحكي فيها الحكايه. ولاك بلون بي ولا ولاني مانيش عاد افورسيوري كي دخلت الحزب، تو انا كنت نجم نقعد بلون بي كان انتم ما عجبتكم. انا فيك ديما بلون بي وما في بالكش انت، ما في بالك ممكن نحس حكاياك من 2016 واحنا نسمعوا بيك بلون بي، وانت تنفي تقول ما في باليش. على كل حال الواقع ظهر اللي هو كان جاي بلون بي وكيما تسمع. يرحم فمك، راني تسميتك المحامي نتاعو لهنا سي عدنان. انت هو بلون بي بيس، يعني هو توا هذا هو يجاوبني يا سي عدنان. اش بيك ما تحبش شكون يتفاعل معاك؟ سمير الوافي يحب وقت اللي يقول حاجه يحب سي فاضل يجاوب. انت انا جاوبني انا هو مستمتع راهو بدفاعك عليه. كمل جاوبني. عندي فيه خليك كمل جاوبني. باهي عندك سؤال. خليك كمل جاوبني. بلون بيبيس انا قلت لك سي بلون بيبيس. جاوبك جاوبك ما عنديش علاقه. قلت لك خلي انا نقول لك اللي هو اسمعني انت بلون بيبيس. اي نعم فما اي نعم انه وقت اللي خذا انا الحزب نتاع افاق ان دوفيان بلون بيبيس. خمم فيها شويه. اي اي واضح واضح واضح. انت كملت لا وقف في 97 ما جاوبنيش على المستقبل. شنو اللي ما جاوبكش عليه؟ غريب تو انا جاوبته قلت له فصل 97 الحكايه اللي يحكي فيها هو انا ما في علميش بها. تو يحب قال لي شنو انت كراجل سياسه اليوم شنو رايك في المستقبل القريب في تونس؟ تفضل. دخول نبيل القروي للسجن يعني شنو باش يغير؟ باش يغير اللي فما رئيس حزب اللي هو دخل للسجن وعنده كتله نيابيه رقم 2 في البرلمان، يعني باش يصير خلي ارتاحوا عليا خلي نكمل. باش يصير اضطراب، فما اضطراب كبير ما نعرفوش شنو باش يصير. لا ما نعرفوش شنو باش يصير في كتلة قلب تونس. هذا اللي حب ممكن يصير اضطراب، خاطر كيما اي شيء تعمله في الكورة في العلم في السياسة، كي القائد يدخل ولا يبعد تصير. انا ماذا بينا نسمع جمل سياسيه مش جمل سياسيه. اضطراب جوي وكذا. انا جمل سياسيه من نوع تاع سي نبيل قعدوا في قهوه وقالوا فما بلون بي وباش نطيح وانا بلون بي مره اخرى. تو من عام 2016 وانا بلون بي، انا وصلنا ل 2020 وداخلين في 2021. سي الفاضل الحكايه ما صارتش. سي الفاضل حتى سي عدنان قال لهم بربي شنو هي هذه؟ عمره ما تسمى سا ديمونتر مانيش بلون بي. يستحيل قلت كلمه بلون بي انا ملي قعدت. باهي البلون بي جاوب فيها انا قلتها يا خويا حاشاك يا خويا. عاش نعرف انا سي نبيل شكون قال الحكايه. انت مش مشكله. نقدموا. واضح باهي نقدموا. سي عدنان عندك سؤال اخير قبل ما نستقبلوا ضيفنا؟ والله انا حبيت نعرف. تعرف الاشكاليه الكبيره في تونس هو نو سافون بوزوان دان نوم دو ريفورم، غدوه في تونس يلزم يجي انسان قادر على انه يمسك بزمام الامور ويكون في نفس الوقت عنده
طارح على روحه معناها اصلاحات لازم يعملها. راهو احنا في بلاد عاشت 10 سنين زيرو ريفورم زيرو جراند بروجي، معناها امور صحيح. واضحه كيف هل ان المساله هذه معناها تخمر في ذهنك ومستعد باش غدوه اذا وصلت في التوجهات نتاعك وفي المسار السياسي نتاعك يوصلك للحكومه تنجم تكون هالرجل هذا ولا لانه يكذب عليك اللي يقول لك الباقي كله حكايه فارغه. اذا ما يجيش واحد يضرب على الطاوله ويقول هاوش عندي ويختاروه على خاطر اش عنده ومن بعد يحط الشيء اللي عنده بيه. معناها في المضمار إيه؟ رغم فما يجاوبك بعد ما نستقبلوا الممثله الشابه احدى اصغر الممثلات في تونس دينا الزواري. مرحبا بك. صافا مرحبا بك دينا الزواري. 15 سنة عمرك هكا ولا؟ أنت من أصغر الممثلات في تونس، من أصغر ماكش أصغر ممثلة. ضحكة. مرحبا بك، محليك، بارك الله عليك. أنت ابنة الأستاذ المحامي حاتم الزواري، ربي يفضله لك. أنت شاركت في فيلم تحسيسي هكا؟ كور ميتراج دو سنسيبيزاسيون. شاركت في فيلم بسكليت من إخراج فيصل لا هيثم بن يوسف. هيثم بن يوسف يمثل فيه كمال تويتي وليلى شاب بفيلم يحكي على العنف المسلط ضد المراهقين، فيلم تحسيسي يعني يتسمى هكا ولا؟ سي ان كور ميتراج دو سنسيبيليزاسيون. بارك الله عليك، معناها الناس الكل تقول انك تألقت في الفيلم هذا وانك مشروع ممثله كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. دونك سي ان كور ميتراج دو سنسيبيليزاسيون اللي يحكي على سوجي اللي هو لا فيولونس فات على ليغار دي ادوليسون واللي دون مانيير تحكي بالعربي سيدة دينا ما نسيتش خاطر ماناش في فرنسا دو ولا ما تعرفش تحكي بالعربي نعرف وين باقي الهيكل راهي فارضة علينا نتكلموا بالعربي في الجمهورية التونسية باهي دونك هو فيلم سي ان كوميتراج فيلم قصير معمول باش يحاول يسنسيبيليز لي جون ولا لي ادولت نتاع توا باش يحاول يلوغ فيغ لي زادولت بالعربي هذا يحسسهم ب يحسسهم بالشنو الادوليسون المراهق قاعد يعاني كل نهار في العنف المسلط عليه اي فوالا يمارسوا عليه في العنف وانت مراهقه دونك قريبت لك قريب مش عن تجربه ماكش الحمد لله ماكش تتعرض للعنف ماكش ضحيه عنف ولكن مثلت الدور من جوارحك راهو الفيولونس تنجم تكون فيربال ولا فيزيك وكل طفله ولا كل امراه كي تتعدى في الكياس يجيوها ساعات دي روكار خايبين صحيح. كلام خايب دونك الكلنا تعرضنا عليهم الفازيت هذا. كيفاش اختاروك في الكاستينج؟ اوكين ايدي. ابون؟ عملت كاستينج كيما سي فاضل عبد الكيف في الاجابات تاعك اوكين ايدي باهي عملت كاستينج واختاروني. عملت كاستينج؟ انا ما اختارونيش هما اختاروها. انت كاستينج فشلت فيه. انا قعدت كاستينج فلون بي. انت زاد في كاستينج سياسي اكبر. هي نجحت بارك الله عليها وعملت الفيلم، انا ما عملتوش فيلم. انت ما اختاروش. ما عمل كاستينج اما. واضح. يعني اختاروك في الكاستينج شاف فيك المخرج، انت هي الشخصيه اللي تنجم تكون. وتعرضت للعنف الفيرتويال والا حتى في الفيسبوك ولا في الواقع؟ عشت العنف. عشت العنف مي فيربال. انا كي نبدا في الكياس متعجه ولا حاجه ساعات كان لي فما رجال يوقفوني ولا يبداوا يغزروا بالخايب ولا يبداوا يحكيوا بالخايب. رجال كبار في عمر 15 سنه. اي كبار وحتى صغار. هذاك كيفاش حسيت القضيه وبلغتها في الفيلم وكذا؟ اي حاولت نحط روحي في البيرسوناج ونعمل كيف ما يصير لي كل نهار. يعني باش تواصل فيه هذا ولا انت ممثله الصدفه صدفه اختاروك؟ نحب والا تحب تكمل فيه وكذا؟ نحب كي نكبر نكمل كارير. نحب نعمل كارير اون باراليل مع ميز ايتود. واضح. باهي خلينا نجربوك في حاجه، انت جون عمرك 15 سنه. تراقب في الوضع، تشوف في الوضع العام، عمرنا ما سمعناكم في التلفز. قدامك وزير سابق كان بلومبي برشا مرات مرشح رئيس الحكومه كذا، كمام رئيس حزب اليوم وينجم يكون قريب من السلطه وعنده مشاريع للشباب اللي كيفك.
شنو تحب تقول له؟ تحبش تقول له حاجه؟ تحب تبلغ له راي موقف؟ سي فاضل عبد الكيف لازم تعرفوا ساعه ولا لا؟ شفت كيفاش معزولين شويه شويه على على المشكل. هو ما تعرفوش، متصور تعرفش السياسيين الكل فوالا ما تعرفوش، كان وزير سنوات، وزير نجم زاد ستار، اي سي لا فيريتي، ماكش وزير عادي. تحبش تقول له حاجه ابار الضحكه وكذا؟ Je pense que les labid nta Tunis يحاولوا يفيقوا، مش كان في تونس، on doit changer la mentalité في تونس، خاطر les femmes que ça soit في المكتب في الخدمه elles sont toujours inférieurisées par rapport au على الاولاد. دونك لازم نلقاو ميثود باش pour sensibiliser labid nta tawa كيما عملوا الكريديف اللي هما à partir d'une fiction حاولوا ils transmettent le message ce qui est original باش labid يحاولوا يفيقوا على رواحهم. Et les jeunes d'aujourd'hui sont concentrés à ce qui est les réseaux sociaux ou quoi. Donc je pense les la bête d'Yarki ou les hommes ont une manière différente. Donc j'arrive tout faire et tout. Donc là je me la bête j'ai hâte de faire chier et je le mets à connaître. C'est bien. Merci. C'est bon. C'est bon. Le message وصل له، مش سؤال باش نجاوبها. ميساج انا واعي باللي كنت تحكي فيه، خاطر انا بيدي عندي بنيه. فازات هذوك فهمتها، اش تقصد فازات هذوك من الجرايد؟ لا نفهم انا اللي حكيته الكل فهمته الحقيقه. اما عندك الحق تقول يعني لازم يحاولوا يتكلموا بالعربيه. فوالا حتى بالدارجه راهو ما فما حتى مشكله راهو. يمكن تكوينها هكاك في التعليم هكا ولا. باهي جاوبنا الاستاذ عدنان بالحاجة. سي عدنان هو قال قلب الموضوع، قلب الموضوع اللي يطرح روحه باش يعمل سياسه لازم يبدا عنده مشروع اجتماعي واقتصادي. احنا الناس اليوم علاش ديما يراو في سي الهادي نيرة الله يرحمه راجل كاريزما كبير وراجل اقتصاد؟ هو سي الهادي الله يرحمه كان شخصيه قانونيه، ما كانش اقتصادي، وردوه اقتصادي. علاش؟ خاطر عطاه الرخاء لتونس. خاطر تحب نقول لك حاجه سي سمير، من افريل 72 اللي هي فكره طرحها سي منصور معلا وسي الهادي نويرة وسي تيجاني شلي بارك الله فيك، يعني هذه بدلت وجهه تونس. بدلتها يعني شوف قداش الاف مؤلفه من العباد دخلت تخدم، شوف قداش تونس انتفعت بالترانسفير يعني اندستريال لتونس. احنا لازمنا كما تفضل سي عدنان، لازمنا عبد يجي لتونس بطرح جديد ومن غير ايديولوجيات ومن غير كليشيات ومن غير انت برجوازي وفي القطن احنا كنا توانسه وعندنا حلول. تونس عندها بوتنسيال، بربي سامحني سي سمير، عندها بوتنسيال، عندها افاق كبيره ياسر ايكونوميكمون. تونس انا نحلم بها زون اندستريال لاوروبا، نحلم بها للسيرفيس نتاع افريك سوبساريان في الميديسين وفي ليدوكاسيون. تونس عندها اقتصاديا يعني تنجم تنجح كان نرتبوا البيت التونسي وما عادش نحكيو بالكليشيات. واضح به. دنيا شنو اخر الكلمه؟ دينا سامحني، شنو الكلمه الاخيره اللي تحب تقولها قبل ما تغادرنا؟ ربي يوفقك ان شاء الله تنجح في مسيرتك، خاطر قالوا لي اللي انت تالقت برشا في الفيلم وعندك مستقبل كبير في الميدان هذا. Je voudrais féliciter le créditif خاطر c'est grâce à eux اللي تعمل البروجي هذا ainsi que le réalisateur le producteur سامحني هايف بن يوسف qui a permis باش الفيكسيون هذه تخرج. Ou les acteurs, c'est d'aller qui m'a si Kemel Twitch ou la Madame Laila Chebi, elle a un nom. Quand c'est des personnalités publiques, elle est marouf une grande label col. Ben, yatik saha Dina, Rabbi wafqak. Merci. Ou shukra, inshallah, Dima, najh, haf qraytak ou fi tamthil. Merci. Nistaqblou ma ba'adna. نستقبلوا في اخر هذه الحلقه، في اخر هذه الحلقه نستقبلوا كالعاده الشاعر الكبير الاستاذ الهادي القمري. سي نبيل عندك سؤال قبل لين يدخل سي الهادي القمري؟ عندي سؤال سي فاضل. بون ملاحظه للعشريه اللي حكيت عليها الساعه بتاع السيد الهادي نويرة، ال سي سولدي بار اون اكسبلوزيون سوسيال. سؤال باختصار، اينيغالي في تونس اللي هو 26 جان في 78، دونك ماهوش كل شيء معناتها ابيض ولا كل شيء اسود. السؤال الاخير ممكن ليك انت، من بكري قلت انا مانيش مش ندخل لا في ميركاتو ولا في الشراء ولا في بيع نتاع نواب. غدوه كي يجيو نواب قلب تونس، هل هم مرحب بهم الكل والا مش توقع الفرز؟ شديت غادي يا به. هذه ثاني مرة سي نبيل تسأل السؤال. لا بكري حكيتك في العموم، مش يجي وقلت لي أنا ما نسعاش مش نشري ولا مش نعمل ميركاتو. نشري
ايه هو بشيرين ما ندخلش في التكمبين ما ندخلش في التكمبين قال ما ندخلش في التكمبين نتاع النواب قال تركه ما عنديش ما نورث اليوم الملك قال مرحب بالناس الكل اليوم نواب قلب تونس مش تكونوا معهم سيليكتيف ولا مرحبا بالناس الكل احنا سينابيل اللي ما حبيش بتقدر تفهموا اللي احنا نخدموا على انتخابات البلديه اللي في سيرو عامين اخرين في 23 خلي يجاوب بعد سينابيل خلي يجاوب احنا نخدموا على انتخابات البلديه ل 2023 2022 والانتخابات التشريعيه ل 2024 واضح سي الهادي القمري مرحبا بك بون ريبونس مرحبا بك سي الهادي اهلا في سبيل السلام عليكم السلام مرحبا سي الهادي اهلا وسهلا سي الفاضل سي الفاضل كمل جوابك ولا خاطر جاوبته باختصار شديد هذاك هو جاوبك عنده أجوبة رشيقة لا وناتو بريسيز هذاك شدتوا على سؤال جاوبني على سؤال ينفاك ينفاك اللي قلته مرحبا بك سي الهادي القمري اهلا وسهلا بك مرحبا بك شكرا ختامها ديما مسك معك انت ختامها ديما نختموها بالشعر وشعر والشعر ولا عنده جمهور كبير في البرنامج هذا بفضلك انت وبفضل القصائد اللي تلقى في رواج كبير في الـ في, الـ في الانترنت ربما فما عباد ما تروق لهمش اما فما جمهور كبير وعريض تروق لهم رضاء الناس غاية لا تدرك هو القرآن لا يرضي أي ما يرضي سميع الناس هو الحديث النبوي ما يرضي سميع الناس اللي هو السقف العلي الذي لا يستطيع أحدا أن يبلغه مهما كانت الظروف احنا ولكن لكن سمير سامحني وقت لا تبدأ قصيدة وتعمل 5 مليون مشاهد الحمد من لله. هذا البرنامج يعني هذا يعتبر إنجاز عندي أنا ما كنتش نحلم به يعتبر فرض روحك على الناس كلها حتى علينا نحن به شوف عايشة في إي صحيح 5 ملايين مشاهد يا اخي انا بيدي حتى كي يكون عندي شويه تشكيك نقول لعل انا ما عنديش دعوه ودعوه بالنسبه لي هذه من دون حرف ان هن خطه كتابه يدخل لليوتيوب ولا في جوجل وتشوف قداش يعني كان من انطلاق من هالبرنامج هذا ما تكونش يوتيوب لا انا ما احكيش على سكر روحي لا 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 ما احكيش واما بنعمه ربك فحدث كيفاش سي قلت له اعمل شان يوتيوب لا ما نفهمش والله لا عنده الركن هذايا اليوم احنا في اخر العام هذه اخر حلقه في عام 2020 الحمد لله كان موسم ناجح عام 2020 حققنا فيه نسب مشاهده كبيره ارقام قياسيه عده مرات مبروك على الجائزه قبل كل شيء ربي يفضلك ربي يفضلك يعني جائزه قيمه ربي يفضلك الخليج ونفس الحال حالك كيف حالي والدهر زهالك وزهالي قل لي لماذا لانك انت لو كنت في بلد يعني غير انك كنت في الجزيره او في مكان لا اقمت الدنيا وقعدت وانت ستقيمها وتقعدها لسبب ربي يفضلك سامحني خليني نتكلم يا سمير يا سمير خليني نتكلم يا سمير بالله خليني نتكلم على روحي مش نتكلم على ذاتي انا تصوروا بالكم في اكبر مسابقه في امير الشعراء اللي وقت روحوا جميع مع احترام الشعراء بتاع تونس اللي نحبهم شاعرات انوثا وذكورا وكما تريد جيت في المرتبة الثالثة وخذيت الوحيد اللي عنده لقب ما صوت لي حتى تونسي حتى صوت من تونسي كنت ننتظر يمكن في 1000 و2000 صوت نكون أنا نطلع حتى يمكن نوصل إلى مصافات فكنت أنا في الرتبة الثالثة بتاعي ونلت شعر الحب وعندما سمح لي يا سمير وعندما أنا نلت هذه الجائزة ولا أحد يتكلم ولا سيد وزير الثقافة من تاليده إلى طريفه إلى هذه الساعة طفي الواحد طفي البروجيكتور نتاع التليفون والله ما نفهمش كيلو هذا مانيش في الظلام شوف سي الهادي عاصمة صيف الدولة راح نقولوش نقولوا إناث مش أنوث عاد أنت قلت أنوثة لا قلت أنوثة أنوثا لا نتحدث على الأنوثة الأنوثة في بال إناثا لا تاخذش علي اللغط نبدا متحمس وقبل ما نقرا الشعر تعرفني يعني نبدا في حالة أخرى بالحق تبدا عندك تراك لا بالحق مش تراك لا مش تراك لبسني كما قال الشعر شيطان الشعر أي جبدي الوجدان عندي لا كل ما قال صعبة الشر أنا 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 رجل أنا شاعر لا كلب شر شيطانهم أنثى وشيطاني ذكر يا أخوي يمسني هذا الهوس قبل ما نبدا نقرا نكون عادي جدا نتكلم مع سي عدنان عندك اهتمام بالشعر؟ نتكلم مع سي فاضل ربي إن شاء الله يفضله نتكلم مع أخوي نبيل معك أنت تلقاني عادي جدا لكن وقت أنا أكتب القصيدة صدقني أشعر أشياء كأني أنا ما أنت حاجة تملي علي يعني ونحس بدور كبير جدا تحول. هو أني لا بدور كبير جدا مارسه على ذاتي أني أتحول وأعيش القصيدة بكل جوارحي إحنا تو في آخر العام 2020 ما كانش سهل على تونس كان صعيب برشا على العالم وعلى تونس عندكش قصيدة هكا على الوضع لأنه قصايدك على الوضع عجبت الناس باين عندي قصيدة اللي هي سميتها هي معارضة إلى شعر استمعت إليه مرة وأنا في الإذاعة الثقافية
شددني القصيدة، فأخذت نفس القافية ونفس البحر فقط، والقصيدة هذه باعوا البلاد. موافق. موافقنا ولا سيد الوزير؟ موافق. لا ديما اجوبته ما ارحل اليك ما ارحل اليك ارحل اليك ولا تكن مثل الذي خان البلاد وبعد ذاك تسيسا. ارحل اليك حشاك، ففي البلاد زعانف باعوا البلاد وحولوها مومسا، سارع إليك ففي السياسة قد غدا ابن التفاهة حاكما أو فارسا. سارع إليك ففي السياسة قد غدا ابن التفاهة حاكما أو فارسا، والعالم النحرير صار مشردا والجاهل القواد صار مدرسا، والكاذب المعتوه والكاذب المقرون والكاذب المقرون أصبح ثائرا وغدا وزيرا نافذا متمرسا. والكاذب المعتوه والكاذب المعتوه أصبح ثائرا، الله يعين عليك، وغدا وزيرا نافذا متمرسا. كذبوا علينا بعدما ثرنا ولم أبدا لمعمري أبدا لعمري لم نطارد من كسى الطالب الملهوف طوقا ناسفا بدل الكتاب وناولوه مسدسا. نهبوا البلاد وكم تورط سارق من بعد ذلك نصبه حارسا. نهبوا البلاد هلكوا البلاد سرقوا البلاد نهبوا البلاد وكم تورط سارق من بعد ذلك نصبوه حارسا. كم من فتاة دنسوها قد غدت رغم العفاف كفيفة أو عانسة، حتى الدواعش أثخنوا أكبادنا والبعض آزر كل وحش عابسا، والمجلس الشعبي جفنه نائما والمجلس الشعبي جفنه نائما، من ذا يحاور في المجالس ناعسا؟ بلدي وقومي كلنا في مأزق، حرق الكتاب وقد نسينا الفهرسا. وشكرا. صح يعطيك الصحة. ها والله يعطيك الصحة. نبذ الناس نبذ الناس، صوتك هو صوت الناس، صوت القهر. سي نبيل الكلمة الأخيرة. سي عدنان نحس شيخ معنى طرب حب النشاعر ما تعرف هو الكلمة الأخيرة هو سي الهادي لخص الوضع معناته في القصيدة هذه دونك بعد هو يضر لي الكلام زايدي. لا بالضبط. سي عدنان كهو يوفى الحديث بجاه رب بعد سي الهادي وليه تصفيق على سعادة سي فاضل عبد الكوفي. كانت حلقة جميلة معك، كانت حلقة مثيرة، ولو أن ما لم نظفر بشيء ولكن هذه هي سياستك الاتصالية. ربما ظفرنا بأفكار ولكن سكوبات والأخبار ما عطيتنيش برشا كواليس. شنو تقول؟ كواليس كل عند سي نبيل بلومبي بيه. شنو تقول في آخر الحلقة الكلمة الأخيرة؟ الكلمة الأخيرة إن شاء الله يجيوا ناس يبدلوا المسار بتاعنا على 10 سنوات الجاية إن شاء الله. أنا قناعتي اللي الديمقراطية ما نجمش تدعم إلا بالرخاء إلا بالنمو الاقتصادي. الغلطة الكبيرة اللي صارت في الوقت اللي قبل الثورة اللي كان فما نوع من النمو ولكن النمو كان غير اندماجي ما مسش الناس الكل. تونس انا من الناس مانيش في جرد الذات ولا في معاش نعرفوا نعملوا حتى شيء في بلاد خربت. لا تونس عندها افاق كبيره عندها بوتنسيال كبير ياسر. عندها افاق كبيره. لا انا باش نقول اللي البلاد اللي فيها افاق ديما تنجح. اللي هي عجبتك هذيا؟ اي عجبت هيك البلاد اللي فيها افاق ديما تنجح قال. ما لا لا نحكي بجد يعني سمير. انا الحقيقه مقلق على البلاد ومقلق على اولادنا وماذا بينا اولادنا يقعدوا في بلادنا وحتى حد ما يمشي وخيرنا تحت سقينا واحنا قاعدين نهزوا ننفضوا في حكايات الحقيقه مش مقبوله. وان شاء الله نهار الناس تعطي ثقه للناس يعتبروهم
يعني الناخبين يعطيوا ثقه للسياسيين يعتبروهم كما تفضل سي عدنان وهذيك الكلمه صحيحه، عندهم مشروع لتونس، عندهم مشروع اقتصادي واجتماعي ما غير يميني ويساري وبرجوازي وما نعرفش شنو، غير ايديولوجي براغماتي. وراهو مهاتير محمد في ماليزيا قام بهذا. واضح. درستها تجربة مهاتير محمد؟ درست تجارب كبيرة، مش مهاتير محمد بركة، سنغافور، ماليزيا، والكل راهو دينوميناتور كومان، يعني القاسم المشترك، تجربة إسلامية، القاسم المشترك برا على في قربي لي. لا شوف القاسم المشترك سي سمير باش نقعدوا جديين، القاسم المشترك هو الترسانة القانونية اللي لازم تسهل على العباد. توانسة قد ما تسهل عليهم قد ما بشينش. خلنا نسألك سؤال صغير قبل ما نختم فضل. مع سي الهادي سي فاضل عبد الكافي، مازلنا باش نشوفوه لو كان جات فرصة أخرى من هنا ل 2024 السباق الحكومي هذا نتاع الترشيحات لرئاسة الحكومة، مازلنا باش نشوفوه هكا بلان بي وفي المواقع هذيك وفي الليستات في القوائم، خاطر شفناك في أكثر من ليستة، مازلنا باش نشوفوك ولا لا؟ ما فما حتى ربع شك اللي ما عادش نولي في حتى ليستا. ما عادش تدخل أنا حتى كنت ليستا. لا يا سمير عشقي مش انا ندخل، الناس تكلمك تقول لك حتى تكون رئيس بموافقتي. لا بيا سير اخي عاد باش تولي، ولكن انا اليوم متحزب، قبل كنت شخصيه واضح مستقله سامحني، وكنت شخصيه مستقله كذلك في وقت اخر. الشخصيه المستقله هذه نجموا يعيطوا لها احزاب كي توحل، كيما سي خيام التركي، كيما سي حكيم بن حموده، الكلنا كيما سي الياس الفخفاخ وغيره. اليوم انا متحزب وخذيت مسؤوليه حزب واعي يعني حجم المسؤوليه، ويقولوا علي اللي حبوا. احنا باش نبنيو على سنتين انتخابات بلديه واربع سنوات الانتخابات التشريعيه، وان شاء الله نوصلوا صوتنا، وان شاء الله افاق تونس يربح الانتخابات. يعطيك الصحه سي فاضل. شكرا. انت سالتني سمير على آخر هذه السنه، تحب كلمه اخيره قصيده فما ولا فما كلمه؟ فما مش تعطيني ثلاث دقائق سمير؟ ثلاث دقائق برشا. لا ثلاث دقائق لا مش برشا بالكلام. لا عندي مخرج. الموضوع يستاهل يا سمير. عندي يا سمير ارجوك الموضوع عندي يستاهل. أمتين. الموضوع يستاهل يا سمير. دقيقتين دقيقتين ما تضيعش. الموضوع يستاهل. دقيقتين عندنا ديريكت. احنا لماذا نحن لم نلتفت الى القضيه الفلسطينيه؟ القضيه الام. ممتاز. القضيه التي يجب علينا ان تبقى تجري في عروقنا وفي شريان كل انسان مؤمن بهذه القضيه. ما عندكش قصد. كاني ارجوك لا استطيع ان اتكلم خليني كاني انا مر امامي خالد بن الوليد. فأنا أقول له يا ابن الوليد أما في السيف أمنية، يا ابن الوليد أما في السيف أمنية لي عند غزة كي نجتاز من خببي بحر البسيط وما مستفعل فاعل إلا ازدرائي وكرهي كل مغتصب يرمي البسيط من الأطفال منتشيا وغزتاه أمال الطفل من نسبي أم أن سيفك أضحى في مواطننا يشكو الصداع أسير النفط والذهب أين الكتائب لا معدت أبصرها زحافة غربا في جيشها اللجب أين الرشيد أفي هارون مصرعه اسمان صارا أيال العار من خشبي كتبت سرا طيف الأمس مرتجلا نوح الوريد على الأوراد والخطب حتى امتصصت من التاريخ نافلة قد ذقت منها صقيع النار واللهب ثم اصطحبت سدى للشيب حاملة رأس البلاد على الأطلال والصبب خطبتها جفلت ناجيتها فهمت أني لمخترق من صوتها عجبي قالت جئت لطفل القدس وخجلي خوفا عليه من الحكام للعرب لا من يهود وهذا الطفل ممتشق تلك الحجارة أو فراجة الكرب لا تعجبن فكف الطفل من قدم ثرثارة الرمي عند الصمت والصخب. وشكرا. إذن شكرا 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 سي فاضل عبد الكافي، شكرا على حضورك لهذا البرنامج، شكرا على ثقتك، شكرا على ثقتك، شكرا سي عدنان الحاج عمر، شكرا سي نبيل الرابحي، شكرا للشاعر الكبير الهادي القمري. نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج وحش الشاشة. Thank you.